السلام عليكم ورحمة الله. بيقول لي هنا the concept of egg cell differs from that of ovule in the plant. بيقول لي في النبات الإكسل تمام مختلفة، تمام معنى كلمة egg cell في النبات مختلفة عن الأوفيول، تمام egg مختلفة عن الأوفيول. هنقول له هنشرح له يعني ايه egg ويعني ايه أوفيول. الإكسل cell دي formed inside the two ovule formed inside the ovule، تمام اتكونت جوه مين؟ جوه الاوفيول. لايس بتقع بين مين ومين؟ بين التو سينرجيز، تمام. وايه اللي بيحصل بقى بعد الفيرتلايزيشن للاكسل؟ افتر فيرتلايزيشن ات changes into the embryo. بعد ما بيحصل فيرتلايزيشن للاكسل بتتحول لامبريو. اما الاوفيول هي عبارة عن إيه؟ swelling، يعني swelling انتفاخ on the anterior ovary wall، يعني في ال anterior wall بتاع الأوفري، وبتحتوي على إيه؟ contains three antipodal cells، three antipodal cells وtwo synergids وx cell and two embryonic sac nuclei، فيها two embryonic sac nuclei. طيب بعد fertilization إيه اللي بيحصل للأوفيول؟ after fertilization it changes into seed، بتتحول الاوفيول لسيد. اما الاكسل بتتحول لامبريو. كده خلصت الفيديو القصير ده، واتمنى التوفيق، ودعمونا وشيروا لزمايلكم عشان نقدم اكتر واحسن واعلى جوده. السلام عليكم.